إذن مشاهدينا، بعد الطقس الغائم والرطب نسبياً يلي شدناه بالأيام القليلة الماضية، ابتداءً من بكرة الأحد رح يتحول الطقس لصيف قليل الغيوم، ورح نشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على أنه تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء وتوصل ل 33 درجة على الساحل وتلامس ال 36 درجة بالمناطق الداخلية. أما بالنسبة لطقس الليل، الجو ما زال غائم جزئياً، الحرارة على الساحل عم بتكون معتدلة بتتراوح بين 19 وال 21 درجة، أما بالداخل وعلى الجبال الحرارة عم بتكون نوعا ما منخفضة، بالأرز 11 درجة، بعلبك 14 درجة، زحلة 15 درجة، وحصبية 13 درجة. ننتقل سوا لنشوف طقس بكرة نهار الأحد كيف رح بيكون. إذا بكرة الجو مشمس إلى غائم جزئيا مع سحب مرتفعة، الحرارة على الساحل عم تتراوح على شكل التالي، إذا بيروت 27 درجة، سور وطرابلس 28 درجة، أما بالأرز 20 درجة، بعلبك 31 درجة، زحلة 29 درجة، وحصبية 30 درجة. إذا طقس بكرة عم بيكون مشمس، بيتخللوا بعض السحب المرتفعة، الحرارة بتوصل أقصاها على الساحل ل 28 درجة. بالنسبة للرياح، بكرة سرعتها ضعيفة، اتجاهها شمالي غربي، حال البحر منخفض، ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة، أما الرطوبة بكرة رح تتراوح بين 50 و 75%. خلونا ننتقل سوا لنشوف طقس الأسبوع المقبل كيف رح بيكون. نهار التنين بكفي طقس مشمس، بيتخلله بعض السحب المرتفعة، وعنا ارتفاع بدرجات الحرارة بتتراوح إذن بين 22 وال 31 درجة. نهار الثلاثاء بيتحول الطقس لمشمس صافي إجمالا، مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة توصل أقصاها على الساحل ل 33 درجة، أما بالمناطق الداخلية ممكن تلامس الحرارة 36 درجة. نهار الأربعاء بكفي طقس صافي إجمالا، قليل الغيوم، إنما الحرارة رح ترجع تنخفض وتوصل ل 28 درجة أقصاها على الساحل و 20 درجة أدناها خلال الليل. إذا مشاهدينا، هيدي كانت صفحة الأحوال الجوية لليلة. أنا بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، تصبحوا على ألف خير. عودة لعندكم بسام وريني. شكرا لك زينة.